خير وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا وبيتفرجوا علينا، واحنا نزلنا اهو الشغل في البرد وفي المطر، فاقول لامي صباح الخير وشطوره انها جت في كل الحاجات دي كلها. صباح الفل. صباح الفل يا منال، وصباح الورد على كل اللي بيشوفونا، والمطر فعلا، والمطر فعلا خير ورزق، وبلاد كتيره بتقوم تصلي للمطر ده، واحنا طبعاً. المفروض منهم اصلا، وبندعي وربنا يا رب يفتحها علينا جميعا ان شاء الله يا رب. امين يا رب. خلينا دايما متفائلين، يعني انا بقول ايه، شوارعنا واللي بيحصل والناس اوكي، بس هي المطر برضو خير، وان شاء الله اللي جاي احسن والامور تتحسن باذن الله. يا رب. ايمي، النهارده هنتكلم عن السمنه والنحافه الاثنين. الاثنين عكس بعض خالص الحقيقه. لو مش عارفه طب اعمل ايه، ده اعمل حاجات تتخنهم شويه، اعمل حاجات فمحتاجين ترفع. جدا يعني. واحلى حاجه في يعني في الفقره بتاعت ايمان ان هي بجد بتكسر اي ملل، اي زهق، اي احباطات من موضوع الاكل اللي كنا زمان بنعمله في اي دايت. يا ايمان داخله دايت، يعني انت عارفه ان انت مشوي. تتحرمي وتدخلي على المشوي وعلى المسلوق طول مفيش الوقت. مفيش ملح ومفيش فلفل ومفيش توابل، ومعرفش احنا جبنا المقوله دي منين، بالظبط ان احنا مفيش ملح ولا فلفل ولا توابل. فعايزين بقى نحس يعني زي طبعا انتوا بقالكم فتره بتعملوا الكلام ده، واحنا بقالنا فتره في البرنامج، بس بجد انتوا كل مدى ما بتجددوا انا نفسي ببقى مش مصدقه الحاجات اللي بدات تدخل، وربنا خلق لنا حاجات كتيره قوي 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 جميله جدا جدا. ده حقيقي. بس احنا كل شعب كده تلاقيه ايه، يعني حاجات معينه هو اللي مركز فيها وبتتوارثها، يعني تلاقيني انا مثلا بنتي بتروح بيتها بتعمل زي ما كانت مامتها بتعمل. فحته ان احنا ندخل حاجات جديده وافكار جديده، يعني مكوناتك النهارده مثلا فيها حاجات كتيره داخله جديده يا ايمان ما كانتش موجوده عندنا. ومكونات صحيه برضه قوي، يعني احنا ماشيين على نفس المبدا، يعني حتى لو احنا هناخد حاجات فيها كالوريز عاليه علشان مثلا الناس اللي عايزه عندها مشكله النحافه، بس برضو مش يعني ما هو مش معنى ان انا نحيفه يبقى لازم اخد حاجات مش صحيه. مظبوط. اخد حاجات بسكر كتير وحاجات بدقيق كتير ابيض، ولا طب ما احنا برضو نمشي برضو على نفس المبدا بتاعنا الصحي، والحاجات دايما اللي هي مستخلصه من مصادر طبيعيه. انا دايما ماشيه مع الحاجات الطبيعيه، يعني داخل أوي. في مكوناتنا النهارده رز، بس رز الابيض المصري الطبيعي بتاعنا، صح. مش يعني ما بحبش الحاجات اللي هي مصنعه. ما بقولش ان احنا هنبعد عنها خالص، مش هينفع، احنا دلوقتي بقت حياتنا مليانه مصنعات، بس قدر المستطاع. برافو عليكي، انا ده مبدأ القليل حلو، منه قدر المستطاع. ما لا يضر، صح. لكن الكثير منه اكيد اكيد مؤكد بنتحط في بيضر. مواقف، بنتحط في انت بتسمعي دلوقتي عن انتشار امراض كتير قوي قوي قوي، وعلى كافه المستويات صحيح. وفي كافه الاعمار، يعني مرض الكانسر ربنا يعني ايه يعافي الناس جميعا يا منه، رب. السرطان هو منتشر في الاونه الاخيره لاسباب كتير، وطبعا وتعددت الاسباب، بس هو ربنا واقداره زي ما بتشاء. بس هي المشكله انه لما يبقى في الاطفال الصغيرين، طب ايه، طب ليه ده لسه ما استخدمش اجهزه جسمه، ده لسه لا راح عارفه ولا ايمان جه ولا انت كل ولا فكرتيني شرب. بحاجه يا ايمي، من الامراض اللي برضو غريبه قوي وانتشرت قوي واطفال وشباب، امراض المناعه. المناعه بالظبط. انا حاسه دي بعبع، بالظبط عامل زي بالظبط، وهي فعلا المناعه، بابا. ناس كتير بتبقى بتلف حوالين نفسها ومش عارفه هي ايوه عندها ايه، ايوه وحتى لما بيتعرف المرض انه نقص مناعه او مش عارفه ايه مناعه او ايه بيهاجم ايه، برضه عشان يدخلوا في العلاج مش حاجه سهله. مش صح. ففعلا في حاجات كتير ملهاش دلوقتي تفسير، ممكن من تصرفات او سلوكيات مش مظبوطه في الاكل، في الحياه، في الملوثات اللي حوالينا. فمحتاجين ان احنا نواجه ده بالحاجات بقى الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، لان كما بالتاكيد هي فيها الخير بالظبط. وبالتاكيد فيها الفايده وبالتاكيد فيها الصحه، فعلى الاقل نعمل كده. ده حقيقي. وعاداتنا الغذائيه كمان لازم تبتدي تتغير، يعني طريقه شرب الميه، مش بس كميات الميه، طريقه شرب الميه، مواعيد شرب الميه، مواعيد اكلنا اللي ناس كتيره مش بتاخد بالها منها. لا على فكره الحاجات دي بتاثر في الحاله الصحيه العامه، مش هقول انها بتسبب امراض خطيره، بس هي بتاثر في الحاله الصحيه العامه، مظبوط. بتاثر على الهضم، بتاثر على الحرق، بتاثر في قلتيلي حاجات ايه قبل كتير. الهوا لما بقول لك انا بقوم بتشربي صباح الخير؟ مفيش صباح الخير، قهوه على طول بقوم قهوه في على طول السرير، قهوه، بعد اهي دي كده من بقى العادات الغذائيه اللي بعد غلط. كده بقى صباح الخير وحد عايز حاجه، انا كده انا الناس كتيره عايشه كده. بتستهون بالموضوع ده، ايمان وهو بقى قالتلي بيأثر على الجهاز على العصبي. شوف بقى انا دي سلوكي يا رب اعرف اغيره. لا ايمان بقى راحت رد قالت ما لي ايه، انت بعرفش ايه يا ايمي؟ ابدا يومي غير بالميه، الميه كوبايتين طبيعيه، ميه. كوبايتين ميه زي ما خلقهم ربنا، مش مهم اشربهم ورا بعض، بشرب واحده وبستنى مثلا 10 دقايق تقريبا كده على ما بشرب كوبايه الميه التانيه. بس لا مهم مثلا انت دي بتغسلي تركة. الجسم،
تركة هي بتغسلي الجسم من السموم، الفهمه بيحصل ايه فعلا، غسيل الجسم كله. وتعود. انا اتمنى اعمل ده وتعود يا مين. عادات احنا لسه كنا بنتكلم برضو على السكر، نفس المشكله. برافو عليكي، قولي بقى تجربتك. هي اللي انت خدتي ثلاثه انا خدت واحده بقول لايمان انه يعني انا مشكلتي طول عمري وما زلت الحقيقه ما حلتهاش، ان انا بحب الحاجه مسكره قوي، يعني احط 3 معالق سكر او اكتر كمان، احب الحاجه مسكره قوي. طب اقول لايمان يا بختك يا امي انت مش كده، كنا بنشرب حاجه فهي حطت واحده وانا حطيت 3، فراحت قالت لي رد. ودي بقى الرد اللي انت قلتيه. انا كنت كده، كانت كده بالظبط، انا كنت كده واكتر كمان على فكره، وما كنتش اخد الحاجه الحلوه غير الحلوه قوي، وكنت باكل اللي هو حاجات العيش السرايا والحاجات دي. ابتديت اغير عاداتي الغذائيه والحمد لله مش بسبب اصابه مرض، الحمد بس لله. يمكن نبهني ليها دكتور يعني الله يرحمه، بس هو نبهني ليها علشان انا مثلا مرض السكر وراسي في عيلتي بالظبط، فخلي بالك انه ده ممكن تبقي برضو عندك الاستعداد ليه. صحيح انه ممكن يجي من غير حاجه، يبقى الجين وراثي موجود زي الكوليسترول وامراض تانية كتير ما بيبقى الجين الوراثي فيها، بس برضو بيساعد عليها عاداتنا الغذائيه الغلط. يعني لو انت ما عندكيش الجين ده بس عادتك الغذائيه غلط، فبرضو انت عرضه انك ممكن يجيلك سكر ويجيلك كوليسترول. عملتي ايه بقى قولي لي؟ ما انت قلتي لي كذا مره نفسي اتعلم. ابتديت اقلل الحاجه المسكره او نسبه السكر في الحاجه شويه بشويه. ابتديت استبدل السكر الابيض بسكر اللي هو البني المستخلص من العسل الاسود، بعد شويه بالعسل الابيض، بعد شويه لا بديت احس ان الحاجه مسكره قوي، لا طب ما انا اقلل شويه. دايما يقول لك حاسه التذوق بتتاثر. انا الحقيقه هقول لك الحقيقه، انا بحاول وبرجع يعني بعمل اللي انتوا بتقولوه ده عشان حاسه التذوق وتتعودي كده، بعدين بالزبط. بضعف بروح بسرعه فنفسي اوصل لكده. لا هي هو المهم الثبات، زي بالظبط فكره ما انت بتثبتي وزنك، مرحله التثبيت هي اصعب مرحله، يعني اصعب من ان انت تخرجي من العاده الغلط، لان انت وانس ان انت خرجتي المفروض ان انت خلاص بقى تثبتي اللي انت اتعودتي عليه، اللي جسمك اتعود عليه. عشان كده دايما انا ضد فكره ان انا اعمل دايت، انما اعمل بالانس، يعني اعمل الحاجه اللي نوعا ما متوازنه. وانا معاكي قوي، ده بيحافظ على الاقل على شكل الجسم وعلى الحاله الصحيه انها تبقى في حاله ثبات. ده وده على فكره حاجه مهمه جدا جدا، وده على فكره الكلام المنطقي اللوجيك الواقع بالظبط. يعني ياما كلنا عملنا وناس كتير بتعمل، بس يعني انا برضو وجهه نظري مش هقولها طول عمري يعني بقلل الكارب يعني او بزود دهون اللي هو مثلا رجيم الكيتو وعايشين عليه، استحاله. ما هو ربنا برضو خلق كربوهيدرات عشان تتاكل يعني بالزبط. بس بقى ناكل ايه وازاي زي ما ايمان بتقول لنا ممكن تميلي لحاجات وحاجات. يعني انا زي ما قلت انا بميل دايما بميل اكتر مثلا للوصفات النباتي اللي هي ما فيهاش دهون حيوانيه وما فيهاش اصلا حاجات على راي بنتي اصلا حيوانات، اللي هي اللحوم فراخ، بميل للوصفات دي. لكن ما ينفعش استغنى تماما عن الفراخ مثلا، ما ينفعش استغنى تماما عن البروتين عموما الحيواني. مصادر بروتين حيواني زي ممكن تكون في الألبان، ممكن تكون في الزبادي، ممكن تكون في الزبدة الطبيعية، صحيح، ما اقدرش استغنى عنها تماما. بس مثلا انا شايفه، انا واحده من الناس اللي شايفه ان اللحم الاحمر حاجه ملهاش قيمه غذائيه بالنسبه لنا احنا في مرحله سنيه معينه. مظبوط. لكن في مراحل سنيه تانية اللي هي الاصغر فلازم. مهمه بتبني. لان انت بتبني انسجه الجسم وعضلات صحيح. الجسم وبالذات الولاد اللي بتلعب رياضه يعني مهم. احنا قلنا لهم يعني ما يحدث خلف الكاميرا بيني وبينك اهو، جيناهم فكره ايه اللي بتحدث بيحدث وقلنا نصايح حياتيه اللي احنا بنمارسه ومشاكل يعني صحيه. احنا انا بقول نصايح كتير بس الحقيقه كلنا عندنا مشاكلنا ممكن قدرات يعني بقول، لكن القدرات ما بتجيبش قوي. احنا يعني هنروح بس الفاصل يا حبيبتي ونرجع معاكي ومع اكلك الجميل زي ما بنقول كده، احلى اكل واجمل اكل واصح اكل اللي ربنا يعني خلقه بحالته الطبيعيه. هروح بقى الفاصل ونرجع معاكم مع ضيفتنا، وخليكم معانا بعد الفاصل. مشاهدينا وضيفتنا وصلت طبعا الطرق واحنا عارفين، وصباح الخير يا مصر يعني ايه نرحب بيها دكتور دينا عبد الرؤوف استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه. اهلا بك. اهلا بحضرتك. صباح الفل عليك. صباح الفل. انا وايمان كده الحقيقه افتينا قبل الحلقه. صباح الفل. بس ايمي بتبقى عامله لنا اكل حلو قوي، ودايما نقول الحاجات اللي ربنا خلقها يعني نهتم بيها جدا جدا، ويا ريت بحالتها الطبيعيه بقدر الامكان. فايمان هتقول لنا المنيو بتاعها الجميل، قولي يا ايمي. المنيو النهارده هنعمل فيه لحمه بطريقه جديده ومختلفه خالص. لحمه انا متبلاها حتى من قبليها عشان كده هي اللون متغير، متبلاها بالملح والفلفل والزعتر. اوكي. وميه البصل.
يعني انا كاتبه التوابل بتاعتي. هنقطعها شرايح وهنستخدم معاها الحمص المسلوق، حمص الشام المسلوق العادي، وشرايح البصل الاحمر، وشرايح الفلفل الملون. حلوة قوي. تمام. وهنعمل سلطه التونه، بس هي سلطه رز بالتونه. يعني هو رز ابيض عادي، الناس اللي عندها رز ابيض مطبوخ مثلا او كده وهي مش عارفه تعمل فيه ايه، هنعمل معاه تونه وفلفل الوان، مكعبات فلفل الوان، والكزبره الخضراء. هتبقى برضو التيست بتاعها لطيف ومختلف وممكن وتبقى مشبعه. مش قادره اتخيلها. تونه سلطه التونه ومع الرز. هنشوف. والصنف اللي معايا كمان اللي هو شوربه العدس، بس مش هنعملها شوربه، هتبقى فتة العدس لان هنستخدم فيها العيش المحمص. الله. البلدي بتاعنا العادي النهارده يا جماعه بقى. هو انا حسيت ان هي مناسبه قوي لجو اليومين دول. وهنستخدم فيها البصل المحمر، بس مش هنقليه في زيت غزير، هنقليه في زيت بسيط خالص. تمام. انت هتنزلي المقادير يا بقى ولا ايه؟ اول حاجه تعمليها ايش المقادير يا ايمان؟ انا هبتدي باللحمه بالحمص. واعتقد هتبقى تحفه. لا هي مش في اول المقادير اهي. انا معايا بس هي اللحمه شرايح اللحمه بالحمص دي اول حاجه. اوكي. طب اما تنزل المقادير هنقول لكم المقادير. تمام. وادي المقادير: شرايح اللحمه بالحمص، شرايح اللحمه المتبله، وايمي كمان تتبيله كانت فيها ميه بصل، مش بصل، خدوا بالكم يعني. ميه البصل. ربع كوب صويا صوص، ربع كوب زيت زيتون، ملح، فلفل، كمون، شرايح بصل احمر، واحد كوب حمص، فلفل اخضر، فلفل احمر. تحفه. وطبعا ايمان هتقول لنا لازم فوائد الحمص، عشان يا جماعه من الحاجات يا ايمي اللي كنا بنقول عليها من ضمن الحاجات اللي مش في ثقافاتنا الحمص زي الشام. يعني الشام دايما الحمص هم دايما بيحطوه. ايوه. احنا طبعا خلال اللقاء ايه لازم تقول لنا فوائد الحمص برضو الرائعه. نرحب بقى مره ثانيه بدكتور دينا عبد الرؤوف، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه بطب المنصوره. زي المنصوره واهل المنصوره، جميلات المنصوره. طيب دكتور دينا، احنا النهارده الحقيقه الحلقه جامعه بين حاجتين، سمنه ونحافه. ليه جامعه بين حاجتين؟ لانه غالبا احنا دايما في السوشيال ميديا او في قعداتنا عامه نتكلم عن السمنه، يعني هي دي كان هي دي مشكلتنا طول الوقت. ننزل زي الوزن، ايه انظمه الرجيم، ايه الدكاتره، مش بنلتفت قوي ان النحافه بتعتبر برضو مرض او بتعتبر حاله صحيه غير سليمه. وخاصه الفتره الاخيره اكتشفنا انه في نسب كبيره جدا من النحافه وبالذات عند اطفالنا، وممكن تبقى الحاله الصحيه مش مظبوطه نتيجه تغذيه غير سليمه وسلوكيات غير سليمه. فهنتكلم عن المشكلتين دول. في تعريفك انت، امتى نقول ان حد عنده مشكله سمنه؟ امتى نقول ان حد عنده مشكله نحافه؟ طيب السمنه او النحافه بنحددها بالدي ام اي او بكتله الجسم. طيب دي هنحسبها ازاي؟ الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول. طيب لو اقل من 18.5 دوت يعتبر نحافه. بالزبط. اكتر من 30 ده هيعتبر ايه؟ سمنه. طبعا السمنه بقى في سمنه درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه، اللي هي السمنه المفرطه. اللي هي فوق ال 40. فدي بنعتبرها ايه؟ دول درجات السمنه. صحيح. حالات النحافه يمكن في اسباب طبعا بتبقى مرضيه واسباب تانية بتبقى بقى سوء تغذيه او كده. انا عايزاكي تركزي شويه والله على النحافه النهارده برضو، يعني موضوع النحافه ده مش بيتناقش كتير يا دكتور. بالظبط. يمكن الاسباب المرضيه اولها اللي هي فرط نشاط الغده الدرقيه. فدي لازم ان انا الاول ايه استبعدها. او يعني انا لو هشوف ايه اسباب النحافه اعمل تحليل الاول للغده الدرقيه، هنشوف هي فيها مشكله ولا لا. او مشاكل بقى ثانيه سوء تغذيه، ان هو الشخص مش بياكل كويس او بياكل اكل مش صحي. ده برضو ممكن يعمل لي نحافه ومشاكل سوء تغذيه ثانيه. وممكن يا دكتور في بعض الاحيان بنشوف ناس تخان جدا يعني او فيهم سمنه بس في سوء تغذيه، يعني تيجي تعمل لهم تحاليل. بالزبط. يعني هنا ما هي النحافه ايه؟ انه الفيتامينز بتاعت الجسم مش هي السمنه عموما اصلا بيبقى معاها سوء تغذيه برضه. هو الشخص حضرتك اللي هو بياكل كتير ده او كل عنده سمنه، لو هي اصلا مش سمنه مرضيه ناتجه لخمور في الغده الدرقيه او ادويه هو بياخدها بتعمل لي برضه مشاكل ايه؟ بتعمل لي معاها يعني سوء. الناس اللي هي حتى مليانه قوي دي ممكن تيجي تعمل تحاليلها تلاقي فيه نقص حديد ونقص، وبيبقى عندهم انيميا وبيبقى عندهم ديسلبيديميا كوليسترول عالي. مرض. بالظبط. والنحافه يعني لو حتى انا معلش برضو لازم اروح لنقطه النحافه وسوء التغذيه بالنسبه لاولادنا.
دي بتبقى نتيجة ايه؟ وراثة ولا بتبقى برضو في عوامل وراثية سواء سمنة او نحافة؟ بيبقى طبعا في عوامل وراثية، هتلاقي الاسرة كلها الاب والام مثلا لو يعني هتلاقي وزنهم زايد فطبعا بيبقى في عوامل وراثية، او تلاقي الاسرة كلها برضو نحيفة. بس بالنسبة للاطفال لا، هي بتبقى الاطفال بتبقى مشكلة كبيرة، لان بالظبط بالذات في الشهية ممكن تكون شهيتهم مقفولة شوية، أو بيبقى اعتمادهم أكتر على الحلويات والجنك فود والبيبسي والحاجات دي، فدي بتسد نفسهم وبتعمل لهم أمراض سوء تغذية، بتعمل لهم أنيميا، أو ممكن يكون عندهم برضو دي حاجة يعني موجودة عندنا في مصر إنديميك، الديدان. دي مشكله كبيره جدا بالذات الاطفال او في الامعاء، في المعده في الامعاء دي مشكله كبيره قوي للاطفال في سن المدارس. فمهم ان احنا برضو لما يكون ولادنا، وبعدين عايزه اقولك على حاجه برضو يا دكتور، انه احيانا احنا مثلا ممكن نشتكي من ولادنا دول مش مركزين، دول يعني مش ما عندهمش نشاط كويس، دول مش منتبهين، دول درجه ذكائهم الكلام ده كله وبيتعبوا كتير ومناعتهم بتضعف. هقول لحضرتك السكر الابيض والحلويات دي اكتر حاجه بتقلل المناعه، لان احنا في معدتنا في نوعين بكتيريا، في بكتيريا نافعه اوكي دي كويسه جدا بتنتج لي فيتامينز وبتحافظ على صحه الجات او جي اي تي او الجهاز الهضمي، وفي بكتيريا تانية ضاره دي اللي بتغذي عليها السكر الابيض والدقيق الابيض والحاجات اللي هي الجنك فود والحاجات دي، هي اللي بتتغذى على الحاجات دي وبتزودها وبتكترها، فدي طبعا بتقلل المناعه. لكن احنا عندنا اللي هي البكتيريا النافعه دي اللي هي بتقال عليها البروبيوتيك، اللي هي بتبقى حاجه اللي بيزودها الزبادي، اللبن الرايب، الفايبرز الالياف اللي موجوده في الخضروات والفاكهه. شفتوا بقى، رجعنا اهو للحاجات الطبيعيه الجميله. وفعلا لما احنا حتى كبار او صغيرين بناكل اي حاجه فيها دهون مهدرجه او سكريات او كده، فاحنا بننمي البكتيريا اللي هي غير نافعه دي، ونبتدي بقى نحس بلخبطه في المعده، والوزن طبعا اكيد بيزيد من الاكل مش مظبوط، والحاله النفسيه والحاله الصحيه كله بيتلخبط. ففعلا كل ما رجعنا للحاجات الطبيعيه نرجع للحاجه اللي ربنا خلقها بالزبط. الشكل اللي ربنا خلقها ليه؟ احنا لما الانسان تدخل وبدا ان هو يصنع بالظبط يصنع الزيوت مثلا او الزيت الطبيعي يحوله زيوت مهدرجه، عمل لي تصلب في الشرايين وعمل لي مشاكل في القلب ومشاكل كتير. طيب ناخد الحاجه بصورتها الطبيعيه، ناخد الحبوب الكامله، الخبز الاسمر، البليله، الشوفان. يا جماعه والله احنا يعني كنا متربيين على الحاجات الحلوه، البليله دي كانت اساسيه في البيوت يعني كلها. يعني حضرتك نرجع للاكل بتاع زمان كنت هتلاقي مثلا طبق الفول وعليه معلقه زيت حار، زيت الحار من الحاجات الحلوه جدا اللي فيها اوميجا 3 اللي هو الكتان ده، زيت الحار اللي هو الكتان، زيت بذر الكتان، بذر الكتان ده من الحاجات العالية جدا بالاوميجا 3، الاوميجا 3 من الحاجات الحلوه قوي اللي بتحسن الذاكره وبتحسن صحه القلب والكرونري، يعني بتمنع من بقى امراض تصلب الشرايين، وبتزود معايا الكوليسترول النافع اللي هو الاتش دي ال او الكوليسترول عالي الكثافه. جميل. طيب. جميل. طيب ايه رايك نشوف كده ايمان عملت ايه؟ ايمي انت عملت حاجات كتير. لا مش حاجات كتير ولا حاجه، انا بس حطيت اللي حطيت الرز عشان يتطبخ، وحطيت مع اللحمه شرايح الفلفل الالوان، احنا مستخدمين هنا الاحمر والاخضر والبصل الاحمر، والمميز في اللحمه دي الكمون، حتى لو مش عارفه مشمين ريحته ولا ايه. الفلفل الاحمر من الحاجات الحلوه قوي، هتعلقنا على كله. هتعلقنا على كله. حطيت عليك النهارده الدكتوره كمان الاخضر والاحمر. انا حلو قوي، مليان فيتامين سي، يعني من السورس اللي هي غير كل الناس عارفه سورس الفيتامين سي اللي هي الموالح. لا في عندنا سورس ثانيه زي البروكلي برضو، غني جدا بالفيتامين سي، والفلفل الاخضر والاحمر. الفلفل الاخضر والاحمر والاصفر بالتاكيد، دي برضو معلومه كانت مهمه. ايه يا حبيبتي قولي لنا بقى بتعملي ايه؟ هنبتدي كمان في العدس. فتت العدس. فتت لو عايزين ننزل مقادير يا جماعه، احنا عشان ايمان بدات في شرايح اللحمه بالحمص كمان الجميله. هي دي اللي احنا قلناها يا ايمان. خلاص احنا خلصناها. على فكره ريحه الكمون، الكمون طالع. لا الكمون حلو جدا على فكره. قولي لنا بقى فوائد الكمون. فوائد الكمون اولا هو بيرفع معايا الحرق جدا، خصوصا للناس اللي عايز تعمل دايت او كده، فهو من المشروبات الحلوه جدا اللي بترفع الحرق. كمان حلو قوي بقى للناس اللي بتعاني من غازات او انتفاخات او كده. طبعا هو نعناع للجهاز الهضمي. بالظبط، هو هاي للجهاز الهضمي. هو احنا كمان حاطين هنا الحمص، حمص الشام، فعشان كده انا حرصت على انه لازم يبقى فيه كمون معانا، عشان حمص الشام
الحاجات اللي بتسبب الانتفاخ. ده حقيقي، برافو عليكي، صحيح. لا، وعلى فكره شوربه العدس من الوجبات يعني القديمه الاورينتال في مصر، بس بجد وجبه حلوه جدا جدا وحلوه للدايت كمان يعني. متكامله وبنحط فيها خضار وبقوليات وكده، ومشبعه ومغذيه جدا، وفي نفس الوقت خفيفه يعني سعراتها برده مش كتير وطعمها حلو. طعمها حلو بالظبط. يلا بقى شوربه عدس النهارده. شوربه العدس برده داخل فيها معانا الملح والفلفل والكمون والثوم والجزر والطماطم. اوكي يلا، احنا ايمي احنا معانا تليفون هناخده ونرجع تاني. زياد او استاذ زياد من القاهره. يا محمد من القاهره، اهلا بيك، صباح الفل. اهلا بحضرتك. بس ممكن علي صوت شويه يا جماعه. اهلا بيك، اتفضل يا زياد. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. كنت عايز اسالك الصوره دي انا بعد اذن حضرتك عن نظام الكيتو دايت. الدكتور معاكي. الصوت مستمع. بيسال عن الكيتو دايت، بس يا ريت نعلي شويه الصوت عشان نسمع كله. طيب. الكيتو دايت ده في الاساس اتعمل لمرضى الصرع. الصرع اصلا هو كان كده في الاصل بالظبط يعني، فهو للاسف هو يعني طلع موضه الفتره اللي فاتت وانتشر بصوره كبيره جدا. اوكي. لان هو الحقيقه هو مش مناسب مع كل الناس يعني. في ناس بيناسب معاها وناس لا. هو بيعتمد في فكرته على بيمنعوا الكربوهيدرات تقريبا خالص في الاكل، وبيبقى كل الاكل عباره عن دهون وبروتين. هو مشكلته الناس بقى بتفرح قوي انها بتخس بسرعه وجسمهم بيتنحت، وفي ممكن في خلال شهرين يخسوا بال 30 كيلو وكده، بس له عواقب وخيمه يعني. انا شفت حالات بيجي لها ارتشاح على الكلى، لان انا باخد كميات بروتين رهيبه وكميات دهون رهيبه، والدهون حتى لو دهون طبيعيه بس برضه بتعمل لي لود على الكدني على الكلى. فشفت حالات منها عانت فرحت بنفسها انها خست وكده، بس بعد فتره قعدت تتعالج من الكلى، وكان ممكن انها تخش في قصور كلوي مزمن. كمان غير كده كمان هما بيمنعوا الكربوهيدرات خالص. طيب انا طيب الكربوهيدرات ده مصدر اساسي للطاقه لجسم الانسان. يليها الفات يليها البروتين. البروتين هو مصدر للبناء لبناء العضلات والجسم وكده، لكن المصدر الاساسي للطاقه هو الكربوهيدرات. طب انا همنعها لفتره مثلا زي شهرين 3 شهور، الفتره 6 شهور، وات ايفر انا استحملت الكيتو قد ايه. هاجي بعدها بعد ما اوقف الكيتو، ما انا مستحيل. بص حضرتك، ده يعني الكيتو ضد الفطره وضد خلقه ربنا. لسه والله انا وايمان بنقول الكلام ده قبل عشان انا فكرت في موضوع الكيتو ده. ايوه يعني احنا ربنا خلق لنا الجرينز او الحبوب او الغلال عشان ناكلها. بالظبط. اوكي، فانا همنعها، انا كده ضد الفطره وضد تكوين جسمي اصلا. لو انا استحملت لمده سنه 6 شهور سنه وات ايفر الفتره اللي استحملتها، جسمي حتى مش هيستحمل، جسمي مش هيقدر، هيرفض. بتيجي بقى لما ارجع تاني ادخل تاني الكربوهيدرات، انت حارم الجسم من الكارب ده فتره طويله جدا. هيبقى ومدخله في مجاعه، اول ما هيشوف كربوهيدرات هيمسك فيها قوي. هتبقى معلقه الرز بالنسبه لي حوالي بتساوي 6 معالق رز. يا جماعه كلام الوزن هيزيد بسرعه جدا جدا يعني. غير بقى كمان المشاكل الصحيه اللي هي في بتحصل للكلى او الكبد او. طب انا هسالك سؤال يا دكتور. يقال في بعض الناس يعني الحقيقه حتى ناس انا قريبين مني، طب احنا بس هنعمله فتره صغيره 3 4 شهور بس عشان النزول السريع ده، وبعد كده بقى نرجع يعني. انا حتى شفتها في حالات كان هم كويسين جدا وصغيرين في السن واصحاء مفيش مشاكل. لا، كميه البروتين والدهون الرهيبه دي دخلتها في مشاكل في الكلى يعني. ده غير كمان انها يعني هي نزلت، كانت نزلت 30 كيلو في خلال شهر واحد، زادت ال 30 كيلو دول. لان طبعا لما ترجع تدخل كربوهيدرات تاني الجسم بيبقى شارك ليها جدا، فبيمسك فيها لان انت حارمه اصلا من الكارب بقالك فتره. طيب فجسمنا ذكي. مش هنرجع لدكتور زينة ولازم تقول لنا برضو تاني يعني نظام متوازن وفي نفس الوقت يبقى منطقي ولوجيك ونقدر نمشي عليه. نظام متوازن اخد كل حاجه. اخد كربوهيدرات واخد بروتين واخد دهون وتبقى دهون صحيه، بس في ونوع الكربوهيدرات يكون ايه نشويات. انا هستاذنك في حاجه يا دكتور زينه، انا عايزه تركيز اكتر والله عشان نقنع الناس، عشان بس المضادات اللي هي طالعه دي زي ما بتقولي موضه. انا شايفه ان هو ما ينفعش مع كل الناس، بس انا معايا تليفون وهنرجع لاني. وكمان لازم تقولي لنا فعلا تقنع الناس بالموضوع بتاع الرجيم المظبوط او اسلوب الحياه المظبوط. معانا مين من اسكندريه؟ نهى. اهلا يا نهى، صباح الفل. صباح النور، اهلا بيك.
استاذه منال، عايزه اشكر حضرتك جدا 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 على البرنامج الرائع ده وجميع قناه البرنامج. ربنا يبارك لك. قولي لنا بس عشان بيسالوني جوه اسكندريه في مطر. اخص كان في مطر امبارح فعلا. طيب يا حبيبتي، يعني المطر خير وكده كده اسكندريه جميله في كل احوال. طبعا ربنا يخليك يا رب. وعايزه اخص بالذكر كمان استاذه ايمان يحيى، لان هي بتعمل الاكل وانا بطبقه بجاني جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي. جميل. ربنا يخليكي بالف هنا. استاذه ايمان انا ويزو على فكره. معانا على الصفحه. دايما حتى لما الاكل يتاخر شويه تطلبيه. ايوه الحلقه. لا ده انت منورانا والله بجد. منورانا حقيقي. ومرتاحه في الاكل وحاسه ان انت بتبقي شايفه. هو انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هو انا كانت عندي مشكله صحيه، انا بصراحه من النوع اللي كان بياكل دليفري وكده بحكم شغلي وكده ان انا مش موجوده في البيت كتير. فحصلت لي مشكله صحيه. المشكله الصحيه دي انا ما كنتش باكل كتير، بس كنت باكل وقت ما بجوع بس دليفري. لما حولت اكلي لاكل صحي بقيت باكل كل حاجه وفي نفس الوقت مش بتخن. شفتي سبحان الله، اهي تجربه جميله اهي. انا بخس بقى. حلو بقى ده، حلو جدا. انا مصنعه، ما هو انا مش تخينه اصلا، يعني انا طولي 158 اوكي ووزني 51. لا انت رفيعه يعني، انت محتاجه الدكتور دينا بقى. انا عايزه صحي بس ما تخنش. اوكي طيب، انت سؤالك كده يا ويزو بقى. انت اسمك نهى؟ ايوه ايوه نهى يا جميله. سؤالك بقى ايه للدكتور؟ اكل صحي بس ما باكل صحي بس ما اخسش. اوكي تاكلي صحي بس ما تخسيش. ايوه بالظبط كده. اوكي حلو ده جدا. شفتي بقى موضوع النحافه النهارده مهم جدا ازاي يا دكتور؟ زي ما بقول لك ناس كتير بتعاني برضه ايمان من النحافه. ده حقيقي. طيب اسمعينا يا حبيبتي بس، هو ده سؤالك؟ طيب انا بشكر دكتور. هي معلش نموذج اهو، عندها مثلا ضعف في الشهيه ونقص في الشهيه ولا لا؟ لا هي بتاكل كويس. بس كله اكل مثلا زي ما ايمان بتعمله كده، اكل صحي. اكل صحي فيه خضروات كتير، فيه شويه بروتين، فيه شويه دهون قليله. فهي مشكلتها ان هي 168 ووزنها 51، يعني هي كده طبعا ضعيفه. فهي عايزه تاكل اكل صحي لان هي ارتاحت، كان عندها في مشكله مرضيه فارتاحت لما مشيت بالحاجات الطبيعيه دي، بس في نفس الوقت هي بتخس، اللي يعني هي الحاجه الناس كلها عايزاها يا ويزو يعني. فهي بتخس، هي عايزه شويه تبقى برضو. فنقول لها بقى الدهون الطبيعيه مثلا تزود فيها شويه. لا يعني اوكي اكل اكل صحي وازود الكميات. احنا خلينا متفقين ان اي حاجه انا باكلها حتى لو صحيه زياده عن احتياجاتي كده كده الجسم هيحوشها ويحولها لدهون. فسواء بقى اكل صحي بالصحي كده كده هيتحول لدهون طالما هو زياده عن احتياجات الجسم وخلاص هو مش عايزه. طيب انا ازود في الكميات شويه. حاجه تانية انها ممكن تباعد بين الوجبات شويه، برضو تاخر الوجبات بالليل. الحرق بيقل بالليل شويه. حلوه برضو. دي انا كمان ممكن. طب قولي لي تاني وانا عندي كده نصيحه صغننه. إيه ممكن كمان انها الخميره البيره من الحاجات المصادر الحلوه قوي الفيتامين بي. بس قولي لنا بقى سر الخميره البيره دي في التخسيس وفي زياده الوزن. طيب الخميره البيره هي الخميره اللي هي العجينه مش الفوريه. دي مليانه فيتامين بي 1 وبي 6. ده من الحاجات اللي بتفتح الشهيه. ده غير بقى الفيتامينز بتاعتها اللي فيها حلوه جدا للبشره والشعر وكده، وبتعالج كمان حب الشباب. فبرضه هي لو خدتها او التزمت عليها تشرب منها او كوبايه في اليوم هتزود شويه. يقال حاجه على الخميره البيره يا دكتور، خلينا بس ناخد نقطه خميره البيره عشان هي قد كده مفيده. بس هي المشكله ان مش كل الناس بتقدر تتقبلها او تشربها. ما انا هسال بقى حضرتك. اولا هي بتقال ان هي لما بتتاخد بعد الاكل بتزود في الوزن، هل الكلام ده او قبل الاكل؟ لا مش شرط المعيد، بتقلل. مش شرط المعيد يعني ممكن لو ممكن بقطعه كده في حوالي مثلا معلقتين او كده ودوبهم في ميه. دي من الحاجات الحلوه. طيب احنا برضو في الوزن في خميره بيره باشكال مختلفه. انت قلت لنا اللي هي العجينه دي احسن حاجه. بالظبط. طيب في خميره بيره بتبقى في الصيدليات في تابلت كده، هل دي كويسه؟ لا لا افضل حاجه اللي هي صورة المصدر الطبيعي. المصدر الطبيعي بتاعت الخبازين اللي هي بتاعت الفرن دي، بتاخد حته صغيره اللي يقدر بقى. بس هي مفيده جدا. طيب ايه كمان تاني؟ حاجات تانيه برضو زي الكراوية من الحاجات برضو اللي بتفتح الشهيه، حلوه قوي حالات النحافه. بس تفتح الشهيه فتاكل هي حاجات اللي هي برضو بس ما احنا ناكل برضو ايه حاجات دي يعني ناكل حاجات ايه صحيه. البليله
الجميله بتاعتنا بتاع زمان دي باللبن من الحاجات الحلوه جدا برضو. يعني كوبايه او طبق بليله مثلا بلبن مع، يعني يفضل طبعا نقلل السكر على قد ما نقدر، لو معلقه عسل. سكر يعني انا بقول كفايه قوي معلقه سكر في اليوم على مدار اليوم، معلقه صغيره او معلقتين او معلقه عسل مع مكسرات دي دهون صحيه، وبتبقى أيوة. يفضل انها تكون مكسرات نيه أيوة. مع معلقه جوز هند ومعلقه زبيب. لا ده هي خدت كده طبق مليان سعرات وكله فيتامينز وحلو ومفيد جدا ومليان. هو بقى ده اللي انا كنت عايزه اقوله، النهى نهى. بصي يعني احنا ناخد من كل الانظمه الحاجات المفيده بتاعتها، يعني مثلا زي نظام الكيتو كان في مشاكل كتير، بس هو عندهم حاجات لفتت نظري انا، زي مثلا هم بيركزوا قوي في المكسرات، بيركزوا قوي في الدهون الصحيه اللي هي الزبده بتاعتنا البلدي، بيركزوا في حاجات زي الافوكادو مثلا بدا الواحد يدخله في حياته. فالحاجات دي القشطه الزبده الحاجات الطبيعيه دي دهون صحيه. أوكي. دي دهون صحيه لو انت زودتي منها. ما ينفعش ان انا يبقى اعتمادي اساسا. لا لا مش اعتمادي، اقصد ان هي بتدخلها في اكلها بالظبط، زي زيت الزيتون، زي زيت الزيتون، زيت الحار زي ما قلنا. ده مصدر حلو. انا اللي اقصده في دهون صحيه لما في حاله ويزو او في حاله نهى ممكن تدخلها في حياتها يا دكتور بشكل معقول، فتبتدي ان هي تبقى برضو جسمها يدي شكل لطيف. هقول لحضرتك كمان احنا داخلين على رمضان، اليانيش رمضان بتاعنا ده من حاجات حلوه جدا رائع، اللي بتديني طاقه وسعراتها عاليه وفي نفس الوقت مليان معادن وفيتامينات تحفه. هو بقى ده فبرضو زي ما الدكتور بتقول كده، حاجات بتدي يعني سعرات عاليه وفي نفس الوقت مفيده. يعني انا ما ينفعش ان انا ايه اقول، انا تجيلي برضو حالات نحيفه تقول لي بصي يا دكتوره انا طول النهار بشرب في بيبسي وباكل جانك فود وبطاطس محمره وشوكولاته وما بتخنش، دارك بقى شوكولاته وبعدين برضو ما بتخنش. طيب ما انت المشكله دي الحاجات دي كلها زيوت مهدرجه بالظبط ضاره وضاره يعني البيبسي مثلا الحاجات دي مليانه فوسفور ومليانه او السوفت درينك عموما او اللي هي الانبياء الغازيه كلها اضرار، كلها اضرار بالظبط وكلها سكر صح. فمعنى كده مش معنى كده ان احنا حتى نروح للاكل الغير صحي ونقول عشان نتخن، لا نروح للاكل الصحي وان شاء الله هنتخن. ايمي معاكي الميكروفون، يلا بقى قولي لنا بقى عملت ايه. انا ابتديت بس اقطع الحاجات اللي هي بتاعه سلطه التونه اللي هنحتاجها في السلطه. عايزين بقى ننزله يا جماعه كمان المقادير، قولي بقى يا ايمي. وبنحمر البصل بس تحمير بقى خفيف في زيت اقل بكتير من الناس عاده متعوده انها تحمره فيه. سلطه التونه اللي بالرز هي بيبقى رز مطبوخ، والافضل لو انت عندك بواقي رز يعني رز ابيض رز بسمتي برده مفيش مشكله. مهم بس ان الرز ده يبقى مطبوخ كويس. وبعد كده هنقدم عليه سلطه التونه. طيب سلطه التونه دي اللي هي فيها علبة تونه مصفاة وفلفل احمر واصفر واخضر يعني فلفل الوان صح، وكزبره ابيض زي ما قلتي او ني قبلها بيوم واهم حاجه فيها ايه بقى اللي انت حطاها؟ لا كزبره خضراء دي من ضمن الحاجات اللي بحبها بتدي طعم حلو مع التونه دايما، اي حاجه خضراء بتدي حلو طعم حلو قوي مع اي حاجه فيها اسماك. الورقيه كمان مصدر حلو قوي والفيتامين بي وفيتامين بي والحديد وكل الفيتامينات. لا بس الحديد برضو دي معلومه غلط والله، ده انا فاهمه الحاجات الخضراء ان الحديد اوكي الحديد اللي موجود في النبات او الحديد النباتي في البلانت اورجن ده امتصاصه بيبقى قليل جدا غير الحيواني. الحديد الحيواني هو احسن مصدر لحالات الانيميا او عموما يعني مظبوط، يبقى امتصاصه 15% اللي هو بيبقى في اللحمه في الكبده بالظبط في كبده الفراخ سورس حلو قوي قوي او مصدر حلو قوي للحديد يعني. لكن الحديد اللي بقى في الحاجات الخضراء والبتنجان والسبانخ حلو حلو كل حاجه، بس الجسم مش هيمتص منه غير 5% بس لكن الحديد الحيواني امتصاصه بيبقى 15% بقى اعلى بكتير جدا من الحديد. نقطه انا وايمان كنا بنتكلم برضو في نقطه بالنسبه للحديد بوجه خاص يعني عشان موضوع يعني سوء التغذيه، وقلنا في السن الكبير ما بنبقاش محتاجين قوي عشان احنا قلنا ان المصدر بتاع الحديد بيكون في المصادر الحيوانيه اكتر. بنقول في السن الكبير يعني فوق ال40 مثلا بيبتدي الجسم وفيما بعد كده ما بيبتدي الجسم ان هو خلاص ما فيش بناء، وقبل كده كمان ما فيش بناء. فالبروتين ناخده بقى بكميات قليله يعني لازم ناخده برده ولا نقلله خالص؟ لا ما نقللش طبعا البروتين
حتى ما هو لا ما ينفعش، اصل البروتين ده هقول لحضرتك داخل في ايه. البروتين ده الجسم بيستعمله الانزيمات اللي بيستخدمها في عمليات الحرق في اي عمليات او ميتابوليزم داخل الجسم، بس نعملها الانتي بودز الاجسام المضاده. فبالتالي يعني انا اول حاجه هنقول عليها بتقوي المناعه لو حد عنده تعبان او دور برد او وات ايفر، يعني اي اول حاجه بتقوي المناعه هي البروتين فعلا. يعني مثلا في معلومه غلط جدا، لا فيتامينات اوكي اخد فيتامينز وكل حاجه، اخد مصادر فيتامين سي برضو من الحاجات اللي بتقوي المناعه، بس اساس عندي البروتين فعلا. لان البروتين ده هو اللي انا بصنع منه الاجسام المضاده. يعني ناس كتير قوي معلومه غلط تقول لك انا عندي برد او تعبان عندي لوز وكده امنع البيض والسمك واللبن. طبعا انت ويفضل بقى يمنع، لا لا ده لو غلط. لا غلط طبعا، معلومه غلط. اذا الشخص عنده حساسيه قبل كده اصلا منها اوكي، يعني عنده الرجي او حساسيه منها اوكي، لكن ما ينفعش يعني انت قبل كده قبل ما تتعب، يعني كنت لسه امبارح مثلا واكل شارب لبن او بيض او سمك وتيجي تعبت تقوم تمنعه، لا ده غلط جدا. يعني بالعكس ده انا عايز او مثلا تمنع البروتين يعني وتاكل شوربه خضار وبس، لا ما ينفعش طبعا ان انا امنع البروتين. يعني يا دكتور لما يكون عندنا المناعه قليله نركز في البروتين بالظبط، البروتين مع ايه بقى مصادر الفيتامينز اللي هي الخضروات والفاكهه اللي هو دي اكتر حاجه هترفع معايا المناعه. جميل. البروتين كمان بستعمله الهرمون، الهرمونات اللي بيستخدمها الداخله بقى في الجسم وكده والعمليات الحيويه. فطبعا لا طبعا بالعكس لازم يبقى عشان انا التوازن. هنرجع لل يعني لل يعني للانظمه الغذائيه المظبوطه. يعني نسبه البروتين في غذائي المفروض انها تكون حوالي 20% من توتال السعرات الحراريه اللي بناخدها داخله. يعني من 20 ل 25% ده مهم قوي. طيب ايمي يا حبيبي قولي لنا ايه الاخبار؟ بس الكزبره الخضراء لو اي تعليق على حاجه ايمان الحلوه. لا لا هي بصراحه يعني طبعا كل الحاجات دي التونه ده عجبني قوي، يعني ما هو سلطه التونه جديده قوي. التونه من البروتينات الخفيفه وسهله الهضم وحلوه جدا وبتدي سعرات قليله، بس يعني تكون مصفاه من الزيت بتاعها. ويفضل طبعا تكون فريش. واللي هي حاطه خضروات ورقيه برده مصدر حلو قوي للكالسيوم والفيتامين، خصوصا فيتامين بي. حاطه معاها الرز بقى معانا اللي هو الكربوهيدرات، فهي لا وجبه حلوه ومشبعه ومتكامله كمان. هي فعلا وجبه متكامله صح. زي ما قالت الدكتور هو الرز وسلطه التونه دي بتبقى سلطه يعني بتبقى مش سخنه ولا سخنه؟ لا هي المفروض مش سخنه، هي المفروض بتبقى بارده. عشان كده بقول ان الرز يبقى بايت اصلا. اوكي تمام. وبتبقى طعمها حلو يعني فعلا. هي وجبه مشبعه. هي وجبه مشبعه على سبيل التغيير يا جماعه. وبصوا يعني ده اللي احنا بنقوله على سبيل التغيير يعني. لا وشكلها حلو كمان. شكلها حلو قوي. عجبه الدكتور. طب الطبق ده للدكتور خدي بالك. الطبق ده للدكتور فعلا. لا وهي تقول لنا رايها كمان فيها. هي بصراحه فنانه يعني. ربنا يخليك حبيبتي. هنروح بقى برضو لنقطه مهمه جدا جدا وانت قلتيها في البدايات يا دكتور، وهي بعض الانظمه الرجيم اللي بتبقى الناس بتنبهر بيها عشان هي بتنزل بسرعه بسرعه الوزن. ومش الكيتو بس، ده في انظمه كتيره بتبقى الفرحه كلها نزلت بسرعه نزلت كذا. بس هقول لحضرتك على حاجه، النزول بسرعه ده وحش جدا. ما انت اللي نزلت بسرعه هتزيد بسرعه تاني. كمان النزول بسرعه ممكن يعمل لي حصوات في المراره. لان انا بحرق دهون كتير. الجسم بيعجز او الكبد بيعجز عن انه يتخلص منها مره واحده. تقوم تكون لي حصوات في المراره. دي برضو من مشاكل ميكانيزم الجسم ده. سبحان الله يا جماعه ما حدش يلعب، احنا بنلعب والله. احنا اقلل من السعرات بتاعتي بس بطريقه كويسه وطريقه محسوبه. ما احرمش نفسي مره واحده، لا انزل بالراحه. زي اللي زدته بقالي، يعني انا بقالي مثلا 10 سنين باكل وبزيد. طيب اللي زدته في 10 سنين ده مش معقول، يعني مش منطقي ان انا هقوم نازله في شهر ولا شهرين. صح. بس فيبقى يعني ايه منطقي؟ عايز اقول لك ان الناس بتبقى داخله الموضوع حرب، يعني انا هقعد شهر شهرين محروم وما باكلش وكذا وكذا، وبعد كده بقى ارجع اعيش حياتي زي يعني بيبقى في كونسبت. وهقول لك كمان حضرتك ان النزول بسرعه ده كمان بيحرق من الكتله العضليه للجسم. بالظبط. يعني الانسان بعدها بقى او الشخص اللي بعدها بيحس بوهن وضعف وصعوبه كمان احنا كل ما بنكبر في السن مش بنعرف نبني عضلات. صح. انا عايز اقول لك على حاجه، انه احيانا انه الواحد انا مثلا على سبيل المثال ساعات زمان لما نزلت قوي قوي في الوزن كنت بعمل دايت لوحدي من دماغي كده. وبقيت شبه ما باكلش يا دكتور، فخسيت قوي فعلا يعني خسيت قوي. كذا حد وحتى من ضمن الناس ايمان مره برضو قالت لي كده من فتره. وده كان زمان برضو الحكايه دي، اتقالت لي انه شكل الجسم انت خسيتي قوي قوي بس شكل الجسم مش حلو.
شكل الجسم هزيل. ما عشان كده بنقول لازم دايت مع رياضه. قلت لازم دايت مع رياضه عشان احافظ على الكتله العضليه للجسم، لان صعب ان انا هبنيها تاني. بالظبط كل ما بنكبر بيبقى صعب ان احنا نبنيها تاني. الرياضه حاجه مهمه جدا. طب اي نوع من انواع الرياضه يعني انت متقبله، ولا لازم رياضه نشيل اوزان او كده؟ مش شرط يعني، مش طبعا شرط. كبار السن مش هتقدر انها، او بيبقى عندها مشاكل في الديسك او كده. طب هنقول على الاقل حتى كلاس دومبا، انها تعمل اي تمرينات أو رياضيه وهي حتى او مشي وهي قاعده. أو مشي. المشي برده من الحاجات اللي هي مش بتحرق قوي، بس ايه يعني برده بتديني مود حلو، بتشغل العضلات وكده. وبرده يعني ناس في الدايت بيبقى عندها شويه اكتئاب وكده، لا فالرياضه بترفع معايا قوي المود الحلو، وبتديني بترفع معايا الروح المعنويه، بتخليني تساعد ان انا اكمل تاني في الدايت. طيب دكتور، هو فعلا الحاله النفسيه احيانا فعلا بتقلل الحاجه؟ طبعا. عايزين نتكلم عن الستريس كمان، والستريس او الضغوطات اللي احنا عايشين فيها كلنا. يعني الستريس هيفعل هرمون الكورتيزول، فهيقلل معايا الحرق. طيب احنا ايه بتعمل الشوربه دي؟ شوربه ايمان؟ دي شوربه ولا دي كريمه ولا دي ايه؟ عدس، بتاعت العدس. بس احنا يعني يعتبر مقللين فيها الميه شويه، هي دلوقتي سايبه عشان العدس لسه ما مسكش نفسه. اوكي. هي المفروض برضه بتتقدم شبه بارده، يعني لما العدس يمسك نفسه بارد، مش بارده مش ساقعه. بس يعني اما تبرد شويه، لما العدس يبتدي ياخد قوام اتخن شويه، تبقى كانها مشبعه بقى. بالظبط يعني هي مش كانها وزة. هي فعلا مشبعه، لان العدس شوربه بقى خفيفه كده. بالظبط، في كربوهيدرات ومصدر عالي للبروتين. يعني احنا الكاربس اللي عندنا النهارده كاربس نباتيه، وفي نفس الوقت مصدر عالي للبروتين، ده بروتين نباتي. برافو. العدس والحمص، برغم ان احنا مستخدمين في الحمص ده لحمه، فاحنا كده دي الوجبه دي انا شايفاها مصدر عالي جدا جدا للبروتين. مستخدمه فيها بروتين حيواني وبروتين نباتي. مظبوط. نقطه البروتين الحيواني، نقطه الحديد الحيواني والنباتي، انا سمعتها مره وانا بجيب فيتامين، فتقال لي خلي مصدر الفيتامين اللي انت بتجيبيه تاكدي ان هو مصدر حيواني. الكلمه اللي انت قلتيها هي المشكله. حتى لو نسبه الحديد فيه عاليه، بس احنا جسمنا خلاص هو ربنا خلقه كده، ان هو البروتين او عفوا مصدر الحديد النباتي مش بيمتص منه اكتر من 5%. حتى طبعا الحاجات حتى لو حطيت عليه فيتامين سي او عصرت عليه فيتامين سي، من الحاجات اللي بتساعد على امتصاص الكالسيوم والحديد. فبرضه مهما عملت كده كده مش هيمتص منه 5%. يعني دايما دي ناس تقول ايه، طب انت عندك انيميا، طب كل بقى تفاح وعيش بينخ وتنجان وكده. اوكي ماشي، بس الافضل الاساس اوكي كل ده اوكي، بس الافضل والاساس تاخد بقى كبده، تاخد فراخ، تاخد سمك، تاخد لحمه، هي دي اللي هتعوض معايا. المصدر المظبوط للحديد، يعني المصدر المظبوط. جميل جدا جدا. طيب احنا قلنا في البدايات ان المشكله، اما اتكلمت معاكي على نقطه النحافه قلت نقطه الغده الدرقيه، عايزين نرجع تاني لموضوع الغده الدرقيه. ليه بقى يا دكتور؟ لانه في ناس بتدخل في متاهات الدايت وعايزه تخس، او بتدخل في متاهات الدايت لوحدهم طبعا من غير متخصص، وعندها نحافه وعايزه تزيد، وهي عندها مشكله هي اللي مسببه الحاجتين. طب انا لازم الاول استبعد اللي هي الغده الدرقيه. بالظبط، لازم استبعد الاول في حاجات المشاكل الصحيه. طيب انا عندي سمنه وعايزه اخس، طب ما انا اشوف الاول هل باخد ادويه بتساعد على ده، زي مثلا ادويه الاكتئاب وادويه الصرع. بتزود الوزن، بتزود، بتقلل الحرق كمان، وبتفتح الشهيه جدا، فبتزود الوزن. طيب بياخد كورتيزون او حاجه؟ برضو الكورتيزون من الحاجات اللي بتزود الوزن. هل بتاخد حبوب منع حمل؟ دي برضو من الحاجات اللي دي السمنه. طيب استبعد ده كله، هشوف اعمل تحليل الغده الدرقيه، هشوف فيها خمول ولا لا. ما هو لازم اعالج السبب الاول. مش هينفع ان انا اقعد اعالج السمنه والسبب موجود، يبقى انا كده مش هوصل لنتيجه. لازم اعالج السبب الاول. برضو بالنسبه للنحافه هشوف، طيب الغده الدرقيه هل هي كويسه ولا فيها فرط نشاط؟ ده بيبقى مع التحليل، مع التشخيص ايه، مع الطبيب بقى الكلينيكال او الاعراض اللي بيشوفها مع عشان كده بنقول في البدايات يا جماعه لازم يبقى في متخصص، ما نعملش دايت لوحدنا. يعني انا جربت الموضوع ده، لا مش مظبوط ابدا ابدا، لانه في نقط كتير زي ما الدكتور قالتها كده، لا لازم يبقى في حد تاني. لان انا ممكن امشي غلط وضر نفسي. بالظبط كده. انا عايزاكي برضه تكملي. يكون في سبب تاني، ممكن يكون في سبب تاني مرضي وانا سايبه، او باخد دواء وانا مش عارف ان هو يعني في بعض ادويه الضغط بتقلل الحرق جدا.
والناس ما تعرفش. اغلب وطبعا كل اغلب الشعب المصري عنده ضغط وسكر بالزبط. اغلب ادويه برضو السكر نفس القصه بتزود الوزن. فلازم ان انا لا ما امشيش مع طب معلش انا الحقيقه بس علقت على نقطه واحنا كنا ماشيين في موضوع النحافه. اسباب النحافه قلنا اول حاجه ممكن تبقى الغده الدرقيه. ايه كمان ممكن يكون كمان في بقى ديدان في دي مهمه جدا برضو. وكبار وصغيرين مش شرط برضو الاطفال بس. بالظبط برضو من الاسباب بالظبط كده. ومش اطفال بس وكبار كمان ممكن بقى ضعف الشهيه مثلا اكتئاب او الحاله النفسيه وحشه ما باكلش. طبعا دي برضو اوكي يعني العامل النفسي مهم جدا. ببدا اخد فواتح شهيه طبيعيه قلنا زي الخميره والكراويه والبليله من الحاجات دي من الحاجات اللي بتبقى طبيعيه وبتديني وبتفتح الشهيه. حلوه برضو ادور على مصادر الزنك. الزنك من الحاجات الحلوه قوي برضو اللي بتظبط الشهيه معايا. بتفتح ولا لا بتفتح الشهيه. بتفتح الشهيه حالات اوكي حلو قوي الحالات اللي برضو الشهيه للنحافه. يعني البليله من مصادر الزنك. الاسماك والمكسرات برضو. الكابوريا من الحاجات اللي هي بقى اوميجا 3 كل الاسماك والكلام الجميل ده. حلو قوي ايمان انا فهمتك. بالنسبه للحمص انت عملتيه كده زي هو حمص لا سوري للعدس انت عملتيه كده زي عارفه الحمص والحاجات الجميله اللبنانيه هو نفس الفكره كده. بس هي مش هتتقدم بارده. هي برضو هي نفس الفكره بس على فكره يا منال فتت العدس دي من الحاجات القديمه جدا عندنا. هي معروفه مشهوره يعني فعلا. احنا ليه دلوقتي اصلا كل الامراض دي زادت عندنا قوي؟ الكانسر زاد قوي حالات الاطفال الصغيرين وبيبقى عندهم سكر من النوع الثاني كمان. ده اللي كنا بنشوفه في الكبار لا بقى في الصغيرين كمان. الاطفال الصغيرين بقى عندهم ديسليبيديميا كوليسترول عالي. ما هو بسبب كل الفاست فود والجانك فود وكل الحاجات البسكوتس والشوكليتس اللي في الماركت دي كلها زيوت مهدرجه فبتعملي المشاكل دي. طيب ارجع بقى لزمان. زمان ما كنا بنقول كانوا بيبقوا كويسين صحتهم حلوه ليه؟ ما هو علشان يعني بياخدوا من الطبيعه. هتلاقي ياكل طبق الفول طبق مشبع جدا وحلو وعليه زيت زيتون او زيت حار وليمون والخضره الجرجير والكرفس. نرجع للحاجات دي الحلوه الشبت كل الخضروات الورقيه والفاكهه. يعني ايمان برضو انا افتكرت حاجه برضو يا دكتور في نظام الكيتو غريب جدا لانه الفاكهه ممنوع غير انواع معينه مش عارفه الفراوله والكريز ومش عارفه ايه. فبرضو يعني ما هو ربنا خلق يا جماعه الفاكهه دي ومليانه برضو فوائد. يعني حتى لو خدت ثمره في اليوم او ثمر مش كارثه يعني ثمرتين ثلاثه ثمرتين مش كارثه يعني. ففعلا اي انظمه فيها خلل من الحاجات دي احنا بندعو كده بالنبي ضد الطبيعه ضد الفطره ضد الفطره بالظبط كده. وما ينفعش مع اي حد ولا ينفع لفتره طويله كمان بيأثر فعلا زي ما الدكتور قالت على الجسم. وفي فعلا اطباء تغذيه كمان قالوا ان هو في حالات بتجيلهم كوليسترول بالظبط كده وبتسيبهم امراض كتيره بسبب الافراط في تناول الدهون. لانه حتى اللي بيطبقوه مش بيقدر يصح. يعني على ما احنا بقينا الفتره الاخيره دي بقت موضه زي ما الدكتور قالت والفيسبوك انا بقيت طول الوقت شايفه حاجات جروبس كيتو جروبس بتروج لهم بطريقه فظيعه. في نفس الوقت في برضو ناس كتير بتقول اللي ايمان بتقوله ده انا دخلت وحصل لي كذا لا ما هي اثاره بدات تبان دلوقتي بقى. يعني الناس اللي مشيت عليه هو بقى يعني شغال موضه بقاله سنه تقريبا او فتره فبدات بقى الاثار بتاعته تبان دلوقتي على الناس اللي كانت ماشيه بيه بالظبط. حبيبي قولي لنا بقى انت شايفه ايه الدنيا وحاجتك الحلوه. صنفنا كانت فيها بروتين عالي وهي تعتبر المره دي انا بعتبر ان اصلا دي كلها فيها برضو كاربس عاليه وبالتالي بتزود بالنسبه للناس اللي عندها مشاكل في النحافه وكده. اوكي يعني لو ويزو بتتابعنا لغايه دلوقتي هتشوف الاصناف دي لو تجربها هيبقى فعلا فارقه معاها كتير. دوت كان عندنا اللحمه اللي بالحمص والفلفل الالوان شرايح لحم ودي كانت فتت العدس. فتت العدس هي زي شوربه العدس. قول لنا تريكات الحاجه بتتعمل ازاي. هي دي فكرتها انها الاولانيه ان انت بتتبليها من قبلها شويه. انا بحب اتبل شرايح اللحم من قبلها بشويه بملح وفلفل وزعتر وميه بصل. تمام ما فيهاش تريكات ثانيه كتير. الحمص طبعا لازم بيكون مسلوق. اوكي بالنسبه لفته العدس. فته العدس هي طريقتها طريقه التسويه اشبه بشوربه العدس بس الميه بتبقى اقل شويه. اوكي بتحطي نفس الخضار ما عدا الكوسه عشان في ناس تحط كوسه مع شوربه العدس. هنا احنا مش هنحطها عشان انا مش عايزه ازود الميه. اوكي وهنعمل العيش محمص في الفرن زي ما يعني علمتكم قبل كده كذا مره. احنا خلاص العيش بنحمصه في الفرن طبعا بشويه زيت بسيط مش محتاج ان احنا نقليه. وبنحمر بصل بسيط قوي كده عشان بيديها تيست لطيف.
فهي بتبقى اتخن شويه زياده من شوربه العدس. طبعا فيها كاربس عاليه جدا وفيها نسبه بروتينات عاليه كمان. ودي كانت اخر حاجه معايا سلطه التونه، ده بستخدم فيه الرز المطبوخ يا اما بسمتي يا اما الرز المصري الابيض بتاعنا عادي. التونه بتبلها بشويه ملح وفلفل وكزبره خضراء، هي كزبره خضراء بتخش هنا مع التونه. والفلفل الالوان طبعا مستخدمين كل الوان الفلفل، فلفل الوان مصادره غاليه جدا عاليه جدا جدا في المعادن وفيتامين سي وفي بيتا كاروتين وفي حديد، بصراحه هو مليان فوائد. حلو قوي، ايه رايك الاول في الاكل الرائع بتاع ايمان؟ انا وجبه صحيه جدا ومشبعه، وهنديكي الطبق بتاعك متكامله. وكمان بتديني لا من الحاجات اللي بتدي طاقه ودافي قوي في الشتاء، الحمص والعدس او البقوليات وشوربه العدس. طيب احنا بقى عايزين في نهايه حلقتنا في الراحه كده بقى بما ان احنا فندنا وقلنا لكل انظمه الرجيم مش مظبوطه، في دقيقه واحده ان شاء الله نقول بس نظام المفروض ان احنا نمشي عليه عشان خاطر صحتنا تبقى كويسه، ده الاهم، وبعد كده لمقاومه النحافه والسمنه. طيب بان واحد اوكي هاكل كل حاجه، مش هحرم نفسي من حاجه، بس اقلل الكميات، وفي نفس الوقت النوع اللي باخده يكون صحي. يعني قلنا بالنسبه للكربوهيدرات هاخد الحبوب الكامله اللي هي العيش اللي برده والشوفان والبليله، الرز البني، الحاجات دي حلوه جدا. الرده دي نفسها او الغلاف ده هو مليان فيتامين بي. اوكي ده غير كمان ان هو مش بيعلي الجلوكوز، مش بيعلي الجلوكوز في الدم بسرعه، فبيزود افراز الانسولين ويدخلني بقى في سكه تخزين الدهون وكده. هاخد مصادر للبروتين اوكي الفراخ او السمك او اللحمه، وهاخد بقى دهون صحيه اللي هي زيت الزيتون. ايوه زيت الزيتون والزيت الحار برده مصادر. الزبده البلدي ممكن، الزبده البلدي مفيش مشكله، بس برده نحاول ايه اساسيه. يعني الزبده البلدي دي دهون مشبعه، او السمنه البلدي دي دهون مشبعه، فكده كده انا باخدها اصلا موجوده في الفراخ وفي اللحمه. اوكي وفي اللبن. الميه مهم، الميه طبعا. وان احنا نقسم وجباتنا في اليوم، نقسم الوجبات واخد سناكس. السناكس مهمه جدا، سناكس بسيطه، سناكس بسيطه مثلا حفنه مكسرات نيه هتبقى دهون صحيه وحلوه جدا ومشبعه. ثمره فاكهه في النص. فتقسيم الوجبات دوت ان انا اقسم وجباتي لحوالي 5 أو 6 وجبات في اليوم، ده هيزود الحرق معايا. حلو قوي. انا بشكرك جدا جدا دكتور دينا عبد الرؤوف استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه بطب المنصوره، نورتينا واهلا بيكي. بشكرك يا ايمان يا جميله، واكل ايمان رائع بجد بجد، واحنا بنعمل كده ايه بين نصايح الدكتور وبين الاكل الصحي، وبنديكوا افكار ونفتح نفسكوا ان احنا نجرب وفعلا نثبت على الحاجات اللي ربنا سبحانه تعالى خلقها لنا، الاكل الجميل الصحي، الفاكهه، الخضار، اللحوم، الدهون الصحيه، الميه، الهواء والاكسجين، فنمشي ونتحرك، فهي دي الحياه المظبوطه الصح اعتقد كده. نورتونا، وان شاء الله نتقابل وحلقه جديده باذن الله.